مشاهدينا، نختم استوديو الحدث بالعودة إلى حادث التدافع في مشعر منى، حيث أعلن الدفاع المدني السعودي عن ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 310 حجاج، فضلا عن إصابة 450 آخرين. نذكر أيضا بأن التدافع وقع في شارع 204 في مشعر منى أثناء توجه الحجاج إلى جسر الجمرات لرمي الجمرة. للمزيد ينضم إلينا الآن من جديد من جسر الجمرات موفد الحدث عبد الرحمن العصيمي. أهلا بك عبد الرحمن معنا في استوديو الحدث من جديد، ضعنا في صورة آخر وأهم التطورات لديك. نعم، آخر التطورات هي زيارة أمير منطقة مكة المكرمة سمو الأمير خالد الفيصل، والذي زار موقع الحادثة و يعني قام بمعاينة الموقع بنفسه برفقة رجال الأمن. أيضا التطورات تقول بأن العدد كبير من المصابين تم إخراجهم من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج. أنا أحدثك من مستشفى منى الطوارئ، وهو من أكبر المستشفيات في المشاعر المقدسة. تقريبا عدد كبير، عشرات من المصابين خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج، والبقية لا يزالون تحت العناية الفائقة. أيضا السلطات السعودية وتحديدا وزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي حقيقة قامت بشكل احترافي بالتعامل مع الحادثة. قبل ساعات كنا على الهواء ورأينا كيف أن سيارات الإسعاف حاولت إنقاذ المصابين بشكل لا يضر. ترون من خلفي عدد قليل من الحجاج، أغلبية الحجاج الآن انتهوا من رمي جمرة العقبة الكبرى. هذه الحادثة لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على سير الحج وأداء المناسك. تم التعامل مع هذه الحادثة بشكل احترافي. ننتظر ونتوقع بيان من الدفاع المدني وأيضا من وزارة الصحة بشكل مفصل يشرح ماذا حدث بالضبط. شاهد عيان أخبرني بأنه في الساعة 7:30 بالقرب من هذا الموقع، شارع 204 الذي وقع فيه الحادث، وهو شارع صغير، ممر صغير يقع بين المخيمات في الطريق إلى جسر الجمرات، أخبرني هذا شاهد العيان بأنه كان هناك تدافع من الحجاج، وتحديدا حجاج من الجنسية الأفريقية، حاولوا التدافع، تم تنبيههم ورجال أمن تعالت أصواتهم لمحاولة إبعادهم عن هذا الشارع والمضي في شارع أوسع وأكبر، لكن للأسف لم ينتبهوا إلى هذه ولم يلقوا لها بالا، فوقع هذا الحادث والتدافع والازدحام. وللأسف يعني الإحصائيات تقول بأنه الرقم وصل إلى 310 حالة وفاة بين الحجاج. طيب صف لنا المكان الذي يعني يتم بالعادة رمي فيه الجمرات، كم مدخلا كم مخرجا يحتوي بالتحديد؟ نعم هديل، ربما زميلي المصور أجمل يأخذ لقطات لجسر الجمرات نفسه. هذا المبنى يتكون من 11 مدخلا و12 مخرجا، أيضا فيه أكثر من مهبط للطائرات المروحية. الآن هناك طائرة مروحية موجودة على المهبط من الأعلى، هذه الطائرات هي للإخلاء الطبي، أيضا لإنقاذ أي حالة حرجة موجودة. هذا المبنى يتكون من 4 طوابق إلى جانب السطح، أيضا فيه 3 محطات لقطار المشاعر. الأرقام تقول بأن هذا المبنى قادر على استيعاب وتحمل 5 ملايين حاج في وقت واحد. منذ سنوات ومنذ تشييد هذا المبنى لم يحدث أي حالة تدافع أو تزاحم داخل جسر الجمرات. الحادثة التي وقعت اليوم هي خلف هذا الجسر في بين المخيمات وليس داخل هذا الجسر. مبنى مشيد بشكل كامل واحترافي من قبل الحكومة السعودية وتحديدا من قبل مركز الملك عبد الله لأبحاث الحج. بالطبع نحن سنتواصل معك في سياق باقي نشرة الحدث للوقوف أكثر حول هذه التطورات. كنت معنا من جسر الجمرات مفد الحدث عبد الرحمن العصيمي، شكرا جزيلا لك.